يا زهرة يا درية طول حياتك محظوظة بتعيشي في حرية مش للشاري معروضة. ها يا طيب زهرة قولي يا درية شنو عندك جديد؟ طول حياتك محظوظة. كيف هو يغني يا سبحان الله؟ شنو عندك جديد؟ عندي المحبة نهر خطم علي نسقيك يا نوار. الله 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 الله. وشنو عندي يا كبدي غير الكورونا ودقعميز في الحوش والحجر الصحي والبت المباشر حتى هو ما عندك فيه ما تقول. اسمع كل عيد منا عيد ومنا شنو نقولوا جديد. لا 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 خلينا في الجديد خلينا في الجديد. شنو عندك من جديد؟ عندي يا بابا عندي جديد وعندي المفيد. أيوة. وعندي الشكر. الشكر شكرا لكل الأخوة المشاهدين والمشاهدات. ايه وشكرا للي ما جابوناش المرتب متاعنا. تأخروا المرتبات منها. متعودين عليه ده يا كبدي. الله غالب علينا. غالب يا حدنا. شكرا بنجيرو. شكرا والله غالب الله غالب. ما هو في حاجة تانية بقول لك عليها. أيه؟ ما هو هنا تخش قصة المراجعات والرقم الوطني. ما تعرف هذا شيء ضروري راهو للمنظومة. تعرف المنظومة. أيه؟ لكن أنا حتى حاجة تانية يعني نعرف تعرف أكثر من واحد. أيه؟ يخدم في ستة وزارات. أوه ستة وزارات. أيه؟ الله غالب يا كبدي هذاك بتاع الضغط العالي. احنا مالنا ومالنا ما ضماي. احنا خلينا مع المواطن راقد الريح المواطن البسيط. اي صح صدقت. وشكرا شكرا. أيه؟ للمنظومة. به المنظومة. ايه ايه منظومة شنو؟ منظومة تصوير الجوازات بتاع السفر. بتاع الجوازات. ديما وانتو تعيطوا ديما وانتو تعيطوا سبحان الله ما تكملوش على قد ما طلعوا لكم من جوازات وعلى قد ما صوروا لكم وطلعوا لكم جوازات جديدة وانتم ما زال زحمة. باه وش تبينا نديرو؟ اسمعني انا نبي نمشي نصور. قولي تعرف حد كويس في الجوازات؟ نعرف حد كويس كويس ولا كويس كويس حد كويس كويس ومية في المية وبالعين القوية زي ما يقولوا. لا يعني نعرف ضباط وضابطات في الجوازات من أحسن الناس. ناس رائعة ولاد ناس وناس تخدم منظافة وعفافة ربي يبارك فيهم. ما شاء الله ما شاء الله. خلاص معناها هيك يقول قولي يا زاهية روحتي بالجوازات. اسمع علاش انت يا شنو تبي تسافري؟ اي نبي نسافر. وعلى خير ان شاء الله. وين تبي تمشي الحاج؟ ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي يا سيدي يسمع منك رب العالمين ان شاء الله. لكن تعرف الحج هذا كان بالقرعه. لا 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 انا تمشيش معايا القرعه نقولها لك. الله غالب عمتي قدمت في القرعه يجي 15 عام وما صار لهاش مسكينه. شوفي ما صار لهاش. ربي ان شاء الله يكتب. ربي ان شاء الله يكتب. ان شاء الله ان شاء الله. اسمع وين تبي تسافري؟ ما قلتليش. امال نقول ايش تقول؟ قول نبي نسافر يعني انا وانت. يا طيب وخيره ما نمشوش كي نتدهوروا في بلادنا ونشوفوا روعتها وجمالها. اي يعني رحله داخليه. عندك الحق. البلاد في حاله اعاده اكتشاف تحتاج الى اعاده اكتشاف للكشف على الكنوز اللي فيها وعلى المدن الاثريه اللي فيها ولجمال البحر اللي فيه باش يعرفوها الناس ويمشوا لها. صح بلادنا تبي اعاده اكتشاف من جديد للجمال اللي فيها والطبيعه وهذاك وادي الناموس وهذاك جبل نفوس. الله هذا كله تعرفه. عندنا حاجات تسر العين وتسر الخاطر. مازال والله جبال كاكوس. أيه؟ والله صبرات والله جبل الاخضر والله لبدة والله الجبل الاخضر وديك الاعشاب الطبيعيه. أيه؟ الموجوده اللي تحتاج الى متخصصين لاكتشافها واكتشاف نوعيتها واكتشاف الادويه اللي فيها. صدقت يا طيب نشهد بالله بلادنا زين على زين. بلادنا زين على زين. بلادنا ورد وياسمين. بلادنا تخافي من عين. بلادنا زين على زين. لكن هذا ما يتمش يا زاهية إلا
لما تكون البلاد مرتاحة ومستقرة وفيها الأمن وفيها الأمان. صح كلامك مظبوط. تعرف زمان أنا لما كنت في الكشافة كانوا يرفعوا فينا ويتدهوروا بينا في هذاك المعالم تاع بلادنا، يعني وهني وهني أيام العمر، أيام الكشاف. تحية لكل الكشافة. انت كنت في الكشاف؟ طبعا كنت في الزهرات والمرشدات اللي وصلت القايدة. ما لشني وانا انا ما شفتكش ولا فيا. انت في سبرات تاني في ليه؟ الطراب. ليش في الكشاف؟ شو ايه في سبرات؟ الكشاف انا في الطرابلس. انت عاد في سبرات انا في طرابلس غادي كاية انت في الفرقة الساسة. ما هو الزهرات بروحها والاشبال بروحها. خلاص مالك، خلاص مالك. الله نذكر في القايدة متاعي لي توا، القايدة فريال الله يمسيها بالخير. الله يمسيها بالخير. ذكريات الباهية. اي لكن هذه قلت لك حاجات لازم منها وجود حالة من الاستقرار. لازم، لأن هي في ثقافة اسمها سياحية. لازم احنا كنا السياحة الداخلية لازم تهتم، لازم تهتم بكل الحاجات الداخلية. هذه صورة البلاد، هذه جمال بلادنا. معناها تبي وزارة إعلام واعية وثقافة ومنشورات والكتب والصور والدعاية عبر السينما وعبر التلفزيون، دعاية للبلاد. صح. لكن حاجة تانية بقولها لك مهمة. هذا طبعا لازم من توفير الحاجات الضرورية للناس في هالأماكن هذه كلها، وتوفير المواصلات وحركة الاتصال عشان الناس تتعود بأنها تمشي وتكون مستقرة ومرتاحة. نقول لك يا طيب، تتذكر رحلة نغم؟ تتذكر الفنان الراحل محمد حسن الله يرحمه؟ الله يرحمه. وشعرنا الكبير فضل المبروك وهذاك الفنانين، ريت كيف يغنوا في رحلة نغم، كيف عشنا الذكريات وكل مكان وكل مدينة. فكرتيني فيها والله. فكرتيني فيها. تقول يا عارف بلاد الغير ومش عارف مداين بلادك. يا عارف بلاد الغير ومش عارف مداين بلادك. ترى أقول الباقي. أكمل المثل الشعبي واربح جائزتين من شركة مرسين المساهمة وكيل هومر. للمشاركة اكتب الإجابة الصحيحة في تعليق على البث المباشر لمنوعات اللمة على فيسبوك بصفحة سلام، أو اتصل على هذه الأرقام خلال بث برنامج إدوي ليبي، وهيك تربح أكثر من جائزة من خلال الفيسبوك والتليفون. وسيعلن عن الفائزين كل ليلة في السهرية خلال عرض برنامج إدوي ليبي.